كنا بنتكلم على النجمات من اول الصباح، نادية جندي، يسرى، ورده الله يرحمها، ورده. بص اقول لك حاجه، انا اول بداياتي خالص كان عندي حاجه اسمها لوكس فاشن، فانا رايح باريس عشان اطلع لابس حاجه حلوه في لبنان على الفاشن شو بتاعي. رحت لغايه ما رحت بيت ازياء فيرزاتش، فرحت اشتريت قميص وجاكيت، وبعد كده قالوا لي زبون، فقالوا لي طب في عندنا قسم فوق للسيدات زبون بقى بيشتري. فطلعت انا كنت بشوف الفستان ده اللي انا شفته على فوج، مجله فوج، فانا انبهرت، قلت ايه الفستان الحلو ده، انا كان نفسي اشوفه على الحقيقه واشوف ايه معمول ازاي. فبعمل كده في الفستان لقيته كله حوالينه كلها سوري متوسخ يعني. فقلت لهم ليه متوسخ؟ قالوا ده كانت لابساه شارلستون في كان فيستيفال فيلم. قلت له طب كانت لابساه، طب ايه اللي جابه هنا تاني؟ قال احنا لا بنلبسينه ده كومبلمنتري كده وبنجيبه تاني. قلت له طب جابته ليه؟ انا بقى كنت صغير مش فاهم. مش فاهم. قال لي احنا بنعمل بيه دعايه، ده جالنا بقى فلانه عملت عليه وفلانه وفلانه. فالله دي الفكره مش سهله. وانت فانا بدات ان انا بتعامل مع نجمتنا بنفس هذا القبيل، بيبقى كومبلمنتري، الفستان بيبقى كادو، بس هم يعني يقولوا ده بثمنه وكذا، هو مفيش حد بيدفع فلوس. هو محدش بيدفع، احنا يعني ما بندفعش فلوس. مش قصدي ان يعني لا، لو انا عايزه حاجه اشتريها منك يعني هدفع، بس لكن مثلا للفيستيفال فيلم مثلا حاجه كبيره، المهرجانات والتكريمات، يعني النجمات اللي بيلبسوا من عند هاني البحيري هم بيلبسوا علشان يدعم الصناعه المصريه وبجسمها، بس برضه مش بيتباع يعني. لا مش بيتباع. وحتى لو خدته منها تاني ممكن بقى يتباع ما يتباعش في دلبنا او في عندنا في الهيستوري بتاعنا. بس ده يعني عملت اكبر دعايه واحلى دعايه بذوق وفن راقي، بدل ما اعمل مثلا اعلان. واسعدت الناس بالظبط، يبقى النجمه الحلوه الجميله المصريه دول يعني القوه الناعمه بتاعتنا. صح. القوه ان الفن طبعا والفنانات والفنانات المصريات محبوبات جدا. فواحدة نجمة زي مدام يسرى، زي مدام لبلبة كانت لسه في التكريم، زي صباح، زي وردة، زي كل نجماتنا، نادية جندي السوبر ستار، ليلى علوي، كل نجماتنا، ليلى علوي اللي معاها باع يعني، ليلى علوي وعبير صبري وكل نجماتنا، وداليا البحيري وغادة عبد الرازق وغادة عبد الرازق، كل نجماتنا عملوا عندي تعاملوا معايا، والحمد لله لغاية النهارده علاقاتي طيبة جدا. ودول عملوا برضو اسم هاني البحيري، أنا عمري ما أنسى فضل ربنا ثم فضل كل نجمه اختارت هاني البحيري يعمل لها فستان. فانا بقول ان انا قدير، احنا وكاندو، احنا ليه يا جماعه نطلع بره؟ ليه؟ احنا ادرى بسهراتنا، بخروجاتنا، بافراحنا. الديزاينر بتاع البلد فاهم مثلا الفرح ده عامل ازاي، فانا هعمل فستان قوي، فاهم الثقافه والالوان وانت ذوقك المفهوم بتاعنا. خلينا نشوف، انا عاجبني لون اتفضل الفستان اللي قادم ده، هنعمل فيه بعض التصليحات عشان ينفعني لاختكم مفيده. والله انا عملته ده قبل ما يطلع الفوشه الغامق ده. بصي انا كنت سابق الموضه بموضه يعني بسيزن. بس حلو قوي القماش. انا بقى بفكر ايه نفس الفكره، القصر ده لا هطوله، ايه رايك يا هاني؟ عينيا، انا هطوله بس ونعمله على واشيل بس البتاع اللي ورا دي، الاوفر سكيرت. الاوفر سكيرت بس هخلي الحزام، لان الاوفر سكيرت ممسوك بالحزام. بس ممكن الحزام لوحده، مفيش مشكله، بس انا هخلي الحزام بس الهوت بينك ده كان يعني هو كان موضه قوي في الصيف اللي فات وستيل موضه. انا عاجبني السيلفر، حلو اللون قوي، واللون بتاع السيلفر. بص انا عامل معاه السيلفر اللي هو الاولد سيلفر. ايه بقى الاولد سيلفر ده؟ اللي هو الجراي، كانه عارفه زي التركيش كده، زي كانه سيلفر ماكسد. حلو قوي، شكله الطف وانعم من السيلفر العادي. الدرابي استاذ اللي بيعمله. لا بص ده جواه فستان معمول متخيط وعارف محبوك، وبعد كده ضربيه حته لا حاجه. بصي كانه مرمي كده، بس ده ممسوك حته يعني. رائع رائع رائع. بصي يا حبيبتي، ثانك يو.